ولمزيد من الحديث والنقاش حول الوجود الأمريكي في العراق ونفوذ الميليشيات المتنامي ينضم إلينا الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي عبر الخط الهاتفي من عمان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير. دكتور، صحيفة الجارديان البريطانية قالت في تقرير لها إن فصائل الحشد باتت تشكل تهديدا للعراق كدولة، ما الذي أوصل الميليشيات لأن تصفها صحيفة الجارديان بأنها تهدد الدولة العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الميليشيات هي صممت لكي تلتهم الدولة العراقية، ودعمت من قبل من أسسها ومن أنشأها ومن دعمها. والأسف الشديد الكثير من الأحداث تتسارع في العراق تكشف لنا بأن هناك كان اتفاقا ضمنيا ما بين أمريكا وإيران على تأسيس هذه الميليشيات بالاتفاق مع الأجنحة الإيرانية التي أتت بها أمريكا للعراق، وهذا واضح من أيام نيغروبونتي ولحد ما يسمى بالفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس هذه الميليشيات وإعطائها الشرعية لكي تكون صاحبة القوة والنفوذ في العراق. الجانب الآخر هو الاتفاق الضمني على تدمير العراق على مراحل مع هذه الميليشيات. الميليشيات بأنواعها وبمسمياتها المختلفة كانت تحت رعاية العين الأمريكية الإيرانية التي أدخلتها إلى العراق وسلحتها من قوة التسليح من الطرفين والدعم المالي من الطرفين، وهذا مؤكد، هذا ليس اتهام لجهة معينة ولكن هذا ما أكدته الوقائع. إذن لماذا الإصرار على وجود الميليشيات ولماذا الإصرار على جعلها هي صاحبة السلطة؟ الميليشيات التي تسلح بأسلحة ثقيلة وأسلحة تفوق حتى أسلحة وزارة الدفاع وغير مسيطر عليها، والأوامر تأتيها من خارج العراق سواء كانت من أمريكا أو من إيران، فإذا لا وجود للدولة العراقية التي تدور تسوس الأمور عن طريق هذه الميليشيات. الميليشيات هذا العمق والتخطيط بالأساس إيراني قديم، يعني الفرس عملوا على هذا حتى في زمن الدولة الأموية على تأسيس الميليشيات المسمى الدولة العميقة، والآن يستثمرها بشكل كبير جدا. تمام. يعني دعني أعود للنقطة الأولى دكتور، يعني ما تفضلت به في النقطة الأولى من إجابتك حول دور الميليشيات، الأدوار التي تمارسها الميليشيات لم تتوقف عند الجانب أو الأنشطة العسكرية كما كان متوقعا، إنما باتت تمارس أنشطة اقتصادية وإعلامية وربما سياسية أيضا. ما المستهدف من هذه التركيبة المؤسساتية للميليشيات والتي بناها قاسم سليماني؟ هذه تسمى بالفقه السياسي أو العسكري بالدولة العميقة. إيران تستخدم الدولة العميقة التي هي مؤسسات تابعة لها خارج الحدود وتدعمها سياسيا واقتصاديا وتمولها إلى الحد الذي يجعلها قادرة على تهديد هذه الدولة متى ما أرادت إيران، وهذا بالاتفاق مع الجانب الأمريكي، لأنه لا ننسى أنه الأمريكان هم الذين أدخلوا الميليشيات وأدخلوها في المؤسسة العسكرية أولا ما يسمى ضباط الدمج وغيرهم، ومن ثم رعوا هذه الميليشيات التي الآن يتباكون من نموها ونشاطها وهم يعلمون أنها ولاء لمن. الجانب الآخر أن المؤسسة التي تحكم أو العملية السياسية التي تحكم بنيت على هذه التشكيلة، ولو فرضت أنت الآن، يعني طبعا هم استغلوا الجانب الطائفي الذي جاءوا به ويحملون هذا النفس الطائفي العميق الذي جاءوا به الذي ألبسوه لباس عقدي. لو كانت هذه الأحزاب والميليشيات تابعة إلى الجانب، خلينا نقول نحكي بكل صراحة الجانب السني، لقامت الدنيا ولم تقعد إرهاب. لكن عندما يقوم حزب الله باختطاف وزير الداخلية والعصائب وهو تابع لحكومة ما تسمى بانهلالين عراقية ولم يفعل لهم شيء، إذن هناك رضا ضمني عن هذا الوجود. وهذا الوجود وجود مقدس، فإذن العالم كله يعرف تشكيلة النظام السياسي في العراق. والاختباء خلف النظريات الدينية. تمام. دكتور، يعني إلى جانب هذا الرضا، هناك محاولة دائما من الميليشيات لكسب الشرعية، وهذه الشرعية تدعيها أو تدعي تلك الميليشيات أنها تكتسبها مما تسميه مقاومة المحتل الأمريكي، لكن في المقابل
نرى ونسمع تصريحات ربما تنفي هذا الكلام. يعني قائد القيادة المركزية الأمريكية ماكنزي يقول بشكل صريح إن بقاء القوات الأمريكية في العراق لن يزيد التوتر مع إيران. كيف نقرأ هذا التصريح ومع أن الميليشيات تدعي أنها شرعية لأنها تقاوم الأمريكان؟ أولا الميليشيات عمرها ما قاومت الأمريكان، يعني هذا يجب أن يعرف به القاصي والداني، لأنه من أتى بهذه الميليشيات والمؤسسين لها وأحزابها وقياداتها هم الولايات المتحدة الأمريكية وليس أحد آخر. فبالتالي مقاومة المحتل هذا شرف لا يستحقه. الذي قاوم المحتل الذين يقبعون بالسجون الآن إذا هم يقامون المحتل، لماذا يستمر حكم الذين قاوموا المحتل الأمريكي عمليا وحكموا عليهم بمادة 4 إرهاب ولا زالوا يقبعون فيها السجون لحد هذه اللحظة؟ إذن هناك تناقض ما بين ما يدعون وما يفعلون. الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين أعلنت أن رفعت قرار إلى الكونغرس الأمريكي لرفع الدعم عن هذه الميليشيات لأنها بدأت تتطاول أو تضرب السفارة الأمريكية في بغداد. إذن هناك كان دعم مادي، فكيف تقاومه وهو يدعمك ماديا؟ خلي يفسرون إياها الأخوان عباقرة السياسة الحديثة. هذا الكلام لا يعبر عن الشعب العراقي. هذه المؤسسات تدار من قبل إيران. هناك صراع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الأمر كذلك، من الذي يستهدف المصالح الأمريكية في العراق دكتور؟ المصالح الأمريكية، أنا قلت لك هناك صراع على أرض العراق يراد منه تدمير تقويض المؤسسة العسكرية العراقية بشكل كامل. اثنين، جعل العراق ساحة حرب. إذا كان هناك صراع ما بين أمريكا وما بين إيران، لماذا يدار على العراق؟ لماذا لم تباشر أمريكا بصراع في إيران، في داخل إيران، وتقطع الرأس قبل مما تأتي إلى الذنب؟ إذا تشكيل هذه الميليشيات هو مقصود لجعل العراق ساحة حرب. وحتى رسالة المسؤول الأمريكي بوميو إلى المسؤولين العراقيين قال سوف يكون العراق ساحة حرب. إذا لماذا تجعلون ساحة العراق ساحة حرب لو إذا لم يكن اتفاقا ضمنيا على هذه الحرب؟ إيران بكل ذكاء استغلت الجانب الأمريكي استغلال كبير، لأنها هي ساندته في احتلال العراق مساندة كبيرة، وهذا اعتراف واضح من عندهم. فالأمريكان سمحوا لها بالتغلغل في العراق، وإيران هي التي حققت للولايات المتحدة الأمريكية ما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيقه، وهو الصراع الطائفي في العراق وتقويض مناطق صاحبة النفوذ والمقاومة. إذن هم يعني هناك تخاذل بيناتهم. الآن عندما تتقاطع المصالح الإيرانية تبدأ مع الأمريكان بما يسمى الحصار الاقتصادي اللي تفضلتم به قبل قليل، هنا تبدأ إيران بتحريك أذرعها باتجاه ما يسمى ضرب المصالح الأمريكية والجيش الأمريكي في العراق. دكتور، يعني من خلال هذه الملابسات إلى أي مدى تعتقد أن قواعد الاشتباك ستظل على ما هي عليه من دون خطوات حقيقية من أحد الأطراف؟ الجانب الأمريكي هو بيده الحل، أنا أعتقد، لأنه هو الذي كان مسيطر على الوضع السياسي في العراق وهو الذي يدعم العملية السياسية في العراق. فإذا كانت العملية السياسية في العراق ترضي إيران وترضي أمريكا بنفس الوقت، وهذا الأمر أصبح من الصعوبة تحقيق هذا التوازن إذا افترضنا أن هناك عداء حقيقي ما بين أمريكا وإيران، وأنا لا أعتقد هذا الكلام، هناك تضارب مصالح ربما ولكن المشروع واحد. فعلى الجانب الأمريكي أن يسحب الدعم السياسي لهذه الحكومة، يطلق للشعب العراقي السائر ضد هذا الفساد الذي أتت به الولايات المتحدة الأمريكية حرية التخلص من هذا النظام والعملية السياسية لطالب الشعب العراقي منذ سنة كاملة وسبعة أيام. إذا هناك رأي شعبي رافض العملية السياسية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم هذه العملية السياسية، فإن أرادوا خيرا عليهم التخلص من العملية السياسية التابعة لإيران والتي أصبحت تابعة على المنطقة ليست على العراق فقط. دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.